يبقى الريفلكسز عندي سوبرفيشال وديب وباثولوجيكال. السوبرفيشال ريفلكس محدد لميت واحد فيهم الكورنر ريفلكس، لميت اتنين الابدومينال، ثلاثة الكريماستيك، أربعة الإينل، خمسة البلانكر. يبقى لما تيجي في الامتحان يقول لك اكزامن ذيس تشايلد فور سوبرفيشال ريفلكس، لازم تعمل الكورنر ريفلكس، الابدومينال ريفلكس، والكريماستيك ريفلكس، والإينل ريفلكس، والبلانتر ريفلكس. بنتغاضى عن الإينل ريفلكس، إنما لو كان ميل وعيل صغير وتقدر تعمل كريماستيك لازم تعمل كريماستيك. والبلانتر، البلانتر ريفلكس ده مهم جدا، لأنه شور ساين اوف سيراميدال اند اكسبلاندال لو كان دورسي فليكش، يعني معنى كده ان الطبيعي بتاعه بلانتر فليكش. والبلانتر ريفلكس بيتعمل بثلاث طرق، ببينيسكي ميثود وشادوكس ميثود واوبن هاي. البابينيسكي بتيجي على البلانتر سيرفيس اوف ذا فود وبتمشي من الميد فود وتمشي لاترال وتدخل ميد جنب. الطبيعي انه يحصل بلانتر فليكشن. الغير طبيعي ان يحصل دورسي فليكشن للبيكتو ويحصل فانينج للأدر. اذا ده حصل اسميه بابينيسكي ساين بوزيتيف، مفيش حاجه اسمها بوزيتيف نيجاتيف، اسميها بابينيسكي ساين. اسميها ايه؟ بابينيسكي فلاور كده. انا وصلت لتسع مرات للاسف تعبان مش جنبه. طب هنحاول نشوف ناس تاني كده هنحاول نشارك المشترك، بس المشترك كلها مع تسع مرات يعني. فلو لقينا مشترك هنجيبه ان شاء الله. ما لقيناش بقى حضرتك نعتذر لحضرتك يعني. ولا حاجه. عايز حاجه ثانيه كمان بس. نور ولا ايه؟ اه نور. عندناش ولا حل؟ ده بالنسبة للموتور سيستم. بالنسبة للرفلكسز البابينيسكي ده اسمه بوست، اسمه لما الاقيه دورس فليكشن اسميه بابينيسكي ساين. في ناس طبعا بتقول بوست، بس هو الراجل لما قاله ما قالش عنده حاجة اسمها بوست كونيجل، هو قال بابينيسكي ساين عن دورس فليكشن. ده بالنسبة ليه عملناه بالطريقة دي. طب هو ليه في طرق اخرى؟ عشان احيانا المكان ده يبقى ناشف من الديهيدريشن، او الام حاطه حنه ولا حاطه حاجه تقيله، او بيرن، او في ألسر، يبقى لازم يكون في طريقه اخرى تو اكزامن البيشنت. الطريقه الاخرى هي الشادوكس، والشادوكس هي نفس الطريقه بس بدل البلانتر تبقى ايه؟ الاوبنهايم بتيجي على الشافت اوف ذا تيبيا، تدخل هم الكتاب كاتب على الميديا اسبيكت اوف ذا شافت اوف ذا تيبيا. الحقيقه انا دايما اعمله على الايه؟ على الشافت اوف ذا تيبيا، ايديا على الميديا واللاترال، واروح ضاغط نازل لتحت ايه واشوف الريسبونس شكله. ده بالنسبه للبلانتر ريفلكس، وهو مهم جدا 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 جدا. بعد كده عندي الديب ريفلكسز في الابر لمب واللور لمب. الابر لمب بايسبس ترايسبس ريفرادالس، وفي اللور لمب الني والانكل ريفلكس. اذا لقيتهم هايبر ريفلكس ديب ريفلكسز اعمل الباثولوجيكال ريفلكس. الباثولوجيكال ريفلكس عندنا خمسه باثولوجيكال ريفلكس، زي ما في خمسه ديب ريفلكس في خمسه باثولوجيكال ريفلكس. في عندي الجلابيلر ريفلكس، وفي الجو ريفلكس، وفي الهوفمان ريفلكس، هوفمان ريفلكس او هوفمان ساين، وفي الباتيلر كولونس، وفي الانكل كولونس، وفي الادكتور. يبقى ست، او يعني الكولونس خليها ساين واحده والادكتور، يبقى دول سته ديب، سته باثولوجيكال ريفلكس. يضاف اليهم لو كنا في الفيرست تيور اوف لايف والطفل منتال يطالب، ان احنا نعمل النيونيتال ريفلكس، واكتر واحد نعمله المور ريفلكس. ده بالنسبه للريفلكس اكزامينشن.
النقطة رقم 8 هي الكوردينيشن تيست، وبنكتفي فيهم برضو بخمسة سنة. نمبر 1 وهي الايرليست ساين هي البوتنينج اند انبوتنينج. البوتنينج اند انبوتنينج، اقول له لو سمحت زرر القميص بتاعك، لو زرره يبقى دي جود ساين انه الكوردينيشن دي ساين اول. ساين الثانيه هي الفينجر تو نوز تيست، بعملها قدامه الاول، انا بفرد ايدي وبعدين اجيبها على مناخيري واقول له اعمل كده، وبعدين لما يعملها كويس ومفتح اقول له غمض يعني، وبعدين اقول له غمض وجيب واشوف هل في تريمرز ولا لا، او بيوصل للمكان الطبيعي ولا لا. ده بالنسبه فينجر تو نوز تيست. ادي 2 3 فينجر تو فينجر تيست، اروح اعمل كده واقول له قابل الاثنين مع بعض، وبرضه يعملهم عينين مفتحه وبعدين يعملهم عينين مفتحه. رابع حاجه فينجر تو دكتور تيست، سعادتك بتقول له جيب ايدك وخلي صباعك يخبط في الصباع لو مفتح بس وتشوف الاخبار. ادي الاربعه اللي موجودين في الابر لين. وفي اللور لين في واحد بس موجود اللي هو الهيل تو تيبيا تيست. الهيل بتمسك، انت بتمسك رجليه الاول وتقول له كعبك هيمشي على الشافت اوف ذا تيبيا اوف ذا اذر لين اوف ذا اذر لور لين، وتشوفه يعملها ولا لا. وريتها له وعملتها، تقول له غمض عينيك واعملها شوف احفظ ايه. ليه بنغمض عينيه؟ عشان عشان يشتغل بالديب سنسيشن بس، نبعد عن ايوه نبعد عن الديب سنسيشن، او نبعد عن الايه الاذر فاكتورز اللي ممكن تبقى انترفيرنج مع الايه مع كمان الديسادوكينيزيا كمان. ده بالنسبه للسيربيلر ليجن. بعد كده في عندي الاوتونوميك مانيفستيشن، وديت انا بلاحظها اذا كان عنده اكسسيف سويتنج ولا لا، عنده ابنورمال بريزستنت تمبريتشر ولا لا، وديت سجستنج الهايبوثالاميك ليجن، عنده انجريسز او انكوبريسز، يبقى قدامي هل هو كنترول اور نوت اقدر احكم الاوتونوميك مانيفستيشن معاهم برضو الانر والكريماستريك. اخر حاجه الجيت. الحقيقه الجيت من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. اذا كان العيان يقدر يمشي بقول له امشي قدام واشوف خطوته شكلها ايه. اذا لقيته يعني مبدئيا ما اقولش سيركمدكشن جيت والعيان مش هيمبلش، يعني خليك حذر ما تقولش سيركمدكشن جيت الا اذا كان هيمبلجيك فعلا. فلقيته وان سايد هيمبلجيك تقول سيركمدكشن جيت اللي هو بيعمل كده حك بالليفر، ده يبقى وان سايد افكت. لو تو سايد هيبقى سيزرنج جيت، بمعنى هيبقى سيركمدكشن في يمه وسيركمدكشن في يمه، يقوم يتقابلوا مع بعض، وعشان يتقابلوا مع بعض يخبطوا بعض. فرجليه تعمل ايه؟ تتفادى. التفادى يعمل ايه؟ تخلي دي تمشي كده ودي تمشي كده، فيبقوا عاملين زي المقص نسميه السيزرنج جيت. يبقى لو العيان بيعمل سيركمدكشن جيت 100% يونيلاترال هيمبليجن، لو بيعمل سيزرنج جيت 100% دبل سايد هيمبليجن. واضح؟ ده بالنسبه للجيت الاولاني، وده جيت مهم جدا جدا لان تقدر تشخص الهيمبليجيا والعيان داخل لك عليك من قبل ما تفحصه ولا تعمل اي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هو اللور موتور نيرون ليجن. العيان لو كان مايوبسي، مايوبسي بيمشي ازاي؟ زي مشية البط، سميه وادلينج جيت. سميه ايه؟ وادلينج جيت. طيب لو كان بريفرال نيوروباثي هاي ستيمج جيت. يعني ايه هاي ستيمج جيت؟ يخبط الارض عشان يحس، بيرفع بيرفع رجليه فوق وينزلها على الارض ويعمل ستامب.
اي واحد يجي يطبع لك ورقه يختم لك ورقه بيعمل ايه في الختم؟ بيعمل كده مش كده؟ هو بيعمل كده يرفع رجليه فوق ويروح نازل متاكد ان رجليه على الارض لانه مش حاسس بيها. هو البريفرال نيوروباثي مفيش سنسيشن فيعمل حاجه اسمها هاي ستيجج ايت. ده بالنسبه للور موتور نيرون. اخر جيت السيربيلر جيت. السيربيلر جيت اما ان هو وان سايد او بوث سايد. لو بوث سايد يمشي زي السكر او السكارة سكران فيمشي مترنح يمين وشمال ما يقدرش يمشي. ده بنسميه ايه؟ بايلاترال سيربيلر ريجن او درانكن جيت. او يمشي زجزاج جيت. تروح نرسم له خط وتقول له امشي على الخط ده يوم ما يقدرش يمشي. ده برضو سيربيلر ريجن. ده الجيت بتاع العيان. وده رقم 10 اخر حاجة في النيورولوجيكال اكزامينيشن. حد له اي سؤال فيما يخص النيورولوجيكال اكزامينيشن؟ ممكن 10 بعد اذنك. لا تدق خليك كريم يعني. ها حد له اي اطلاق؟ ايه تحت الهاي ستراتيجي؟ ايه؟ الهاي ستراتيجي بيت الستاندينج جيت. هو هو بتاع بريفر نيوروبس. قلت له يا دكتور؟ الفاسكريشن مالها؟ احيانا في لما تكون داخل الامتحان بس. لا المفروض لا. الا في الهايبر اكسايتابيلتي بقى. المرور ريفلكس اللي انت بتعملها عشان اختبر الايه؟ المرور ريفلكس بتاع البريماتيف نيونيتال ريفلكس. لو موجوده بعد ست شهور معناه ان العيان عنده سيربرال ليجن. انت بتطبش. سيربرال ليجن. في الافيسيا. هو الشخص ده كان نورمال بعد كده حصل مشكلة ولا هو بسبب الدكتور؟ فاريبل على حسب السبب بتاع الانفلونزا. في اطفال تتولد بليجن في البروكس اريا يبقى انفلونزا. وفي اطفال تجي لهم من الرايتس تاخد البروكس اريا يبقى انفلونزا. ها؟ اي سؤال يا اولاد؟ واضح؟ طيب هنبدا نطبق هذا الكلام. بعد اذنك شيل الفيشه دي عشان نتحرك براحتنا. بعد كده انا هجيب معايا المشترك عشان عم طماط ولا جبت عم عيان. يا ولدي هو احنا قلنا حاجه يعني هو احنا ضد ان يكون عيان انما ضد ان يبقى في عائق لاداء مهم. انت هتغيب تضيع تبوظ الدنيا عشان هتغيب؟ لا هو وارد ان انا اصحى من النوم مش قادر اجي وارد مش ضد هذا الكلام بس على طول اروح متكلم بالتليفون يا عبد المحسن ادي المحاضره بس انت مش قادر تيجي اروح متصل بفلان المفتاح السبير بتاعي مع فلان خليه يفتح ويطلع الحيطه كل الصبح. واحنا بنقول ان المرض ده شيء غير متوقع وارد ليا وارد ليك وارد لاي واحد انما انك انت تكون سبب في lack of introducing a good teaching process تبقى ده مش كويس. طيب لا مش هينفع كلام دكتور خلصت ادي الورق لزميلك ادي لزميلك هو يكتب ومشيها كده على طول الله مدام لو سمحت ممكن تيجي هنا مدام هات
Так, здесь это, да,